تابعت الاخبار الرياضيه المحليه، ورح نرجع مثل ما بلشنا بالفوتبول مع زميلنا عباس حسن، رح كمل انا وياكم وعباس كمان، ولكن هالمره رح نروح لاخبار كره السله. رح بلش مع لاعب غاب كثير عن ملاعب كره السله اللي هو احمد ابراهيم، بس قبل ما اروح اخبركم شو عم يعمل احمد ابراهيم، بدي لكم انه اليوم كنا بحديث مطول مع نائب رئيس الاتحاد اللبناني السابق لكره السله وعضو الهيئه الاداريه بالنادي الرياضي المهندس تمام هشام الجارودي، يلي خبرنا شو اللي عم يصير بمراحل المفاوضات على تأسيس اتحاد جديد وهيئة جديدة لإدارة كرة السلة، وكمان مين هن اللاعبين الجداد يلي وقع معهم النادي الرياضي، وهل مزبوطة الإشاعات اللي عم تحكي عن توقيع النادي الرياضي مع دانيال فارس لاعب الحكمة يلي رفض تماما السيد جارودي لكاميرا تلفزيون المستقبل. خلينا نتابع تمام جارودي شو قال لفيوتشر سبورتس، ومن بعدها بنكون مع أحمد إبراهيم كمان. اليوم نحن كأندية عم نجرب نتحرك بين بعضنا، بس إذا بدك عرابين الاتحادات واللي بيركبوا اتحاد ما أعرف ليش قد عم اطلب الموضوع. يعني اليوم نحن اللي انفاجئنا إنه بعد لهلا ما إجينا تاريخ رسمي للجمعية العمومية، يعني ما بعرف شو ناطرين بعضهم، وكل يوم في بطولات عم بتصير وكل يوم في ألقاب عم نروحها نحن على لبنان، يعني ما بعرف شو ناطرين، بس نحن كأندية عم نجرب نتحرك، صرنا عاملين كذا اجتماع مع بعضنا، الأشخاص اللي عم يقبلوا يتواصلوا معنا عم نتواصل معهم، كله بيقعد إنه في يعني تطورات جديدة عم بتصير وعم بيصير في اجتماعات بين بعضهم، بس بعد ما في شيء ملموس. يعني هلا يمكن في أشياء عم تصير نحن ما معنا خبرها، بس لسوء الحظ شكل القصة يعني ما بتنطبق بالسرعة اللي مطلوبة لكرة السلة، يعني لانه الموسم بده يبلش هلا قريبا المفروض. يعني ليش متشائم اليوم تمام جارودي؟ يعني انت واحد مثلك هيك بتكون متشائم، مصيبه على الباسكت، لانه انا بعتقد بدش من ركائز. نحن ما متشائمين للنادي الرياضي لانه بنعرف اخر شيء لو شو ما صار ما حنوقف كره سله، لو بدنا نلعب برا، لو بدنا نشارك بدورات، لو بدنا قد ما فينا نقوي اتصالاتنا مع الفيبا لنشرح لهم شو الوضع، لو بدنا نعمل بطولات نستضيف بطولات عنا، نحن اليوم عم نركب فريق عم ندفع مصاري، في كونترات جديده مضيت. اليوم لو نحن متكلين بس على الاتحاد ولا على وزارة الشباب والرياضة ولا على هالأشخاص المسؤولة تهي تخلص اللعبة كنا ما مضينا حدا، لأنه عارفين يعني اليوم الأشخاص اللي قبلت تضحي بمنتخب لبنان ما حيتفرق معها نادي رياضي. يعني اليوم النادي الرياضي خسرنا لقبين احنا هديك السنة، كيف فينا نربحهم برأينا؟ كنا كتير قراب نربحهم، هن بطولة آسيا بطولة لبنان اللي هن أهم لقبين لنا، بس اللي ياريت الاتحاد اللبناني بشوف انه هو كلبنان كاتحاد لبناني اليوم حيلا نادي مفروض ربح لقب للبنان، مفروض هيدا النادي يكون بيمثل الوطن، مظبوط او لا؟ مفروض يكون الاتحاد اللبناني لما نادي من انديته تربح لقب للبنان، لقب قاري، مفروض يكون هيدا كريدت له. اليوم بالنسبه للاتحاد اللبناني نادي رياضي خسر اسيا هذيك السنه، نادي شانفيل اسيا حتبلش هلا بعد كم يوم، كيف فيها تشارك وكيف فيها تربح؟ بلشت كمان منتخب لبنان كيف يوصل بطولة العالم؟ يعني هول ثلاث ألقاب يمكن أهم ألقاب للبنان، ما في أهم من هيك. كأندية أهم شيء بطولة آسيا، وكمنتخب أهم شيء بطولة العالم. هالثلاث بطولات ضحى فيهم الاتحاد وما سألين، وزارة ما سألينة. يعني أكيد بدك تخاف، مش إنه تتشائم، بس بدك تقول بدك تتأكد زيادة وزيادة إنه ما فيك تتكل إلا على نفسك بهالبلد. ما حقول لك بس بالرياضه، بكل شيء الحمد لله، ما في تكل الا على نفسك، واذا بدك انت توصل بلدك للاحلام اللي انت بتطمح لها ما بدك تكل على حالك وبس. نحن عم نطرح مبادره، نحن اليوم بالنسبه لنا الحل عن طريق الانديه وبس، الحل عن طريق الاشخاص اللي عن جد عم تحترق اذا هالبطوله انضرت او اذا هاللعبه احترقت. اليوم مثل ما في هشام جارودي في نادي رياضي، في كثير انديه ثانيه وعلى راسها كثير اشخاص عم تضحي. هول الاشخاص اللي مثل ما بقولوا اللي عم بياكل العصا غير اللي عم بيعدها، هول الاشخاص اللي هن عن جد حيخسروا مال ووقت وتضحيه، هول اللي متكلين نحن عليهم انه يفيقوا ويوقفوا معنا، ونحن بجمعنا كأندي يكون مجتمعين، هذا يمكن الطريقه الوحيده اللي فيه نضغط عليها على الاشخاص نقول لهم تعوا نحن الانديه كلنا هيك بدنا، يا بتلاقوا هالحال يا حنلعب لحالنا سوبر ليج. مين ماشي معك؟ نحن محضرين نص وصرنا مضيين كذا نادي منه، عم نمروا على بقيه الانديه عم مضيه. في كذا طلب كثير بسيط وكثير محق لمصلحه كره السله بلبنان، ما فايتين بتفاصيل ابدا وتاركين دور كثير كبير للاتحاد،
بس في اشياء مينيموم مفروض بقى تمشي. ومن ضمنها انتبه تاريخ تقريع البطوله، يعني اليوم كلنا عندنا كونترايات، اليوم ما في تنطر اكثر من اول ديسمبر مثلا تبلش البطوله، لانه كله بصير بده يمدد كونترايته. هلا اذا اللاعب ما عنده كونترا السنه الجايه خاصه الاجنبي مع فريق ثاني، يعني بدك يمكن ما يقدر يكفي معك. يعني اليوم في كذا شغله نحن يلي عم نتعب وعم نحط من وقتنا ومن مالنا باللعبه، بنعرف قد ايه مضره اكثر من الاشخاص اللي قاعده عم تتفرج وخشي ناطره معلمينها شو كيف بدهم يرضوا عليها يعني. تمام، شو عملتوا هذه السنه؟ مين مضيتوا ومين جديدكم بالنادي الرياضي؟ نحن فنيا اول شيء واهم شيء عملناه انه جددنا مع المدرب تاعنا سنتين. تاني شغله جو فوغل ترك النادي بعد ما خدم النادي لفتره كثير طويله وخدم النادي لفتره كثير طويله. الحمد لله انه قدر يلاقي نادي يعرف قيمته، لانه بعده بلبنان له تقل كثير كبير جو فوغل كونه لاعب لبناني، بس بالنادي الرياضي بالذات خاصه بوجود اثنين اجانب صعب يكون له محل. مضينا بديله روي سماحه. اليوم كمان علي كنعان ترك النادي اذا ماني غلطان، هلا كان مضي مع بيبلوس، كمان بتمنى له خير ان شاء الله يكون عنده موسم موفق، اعطى كثير كمان للنادي الرياضي. ومضينا محله علي حيدر، كمان ان شاء الله حكون له مستقبل كثير كبير بالنادي. مبدئيا هول المضويات الوحيدين. يعني اسماعيل رجعنا جددنا له كمان، كان في حكي انه لانه حيوقف باسكت بول رجع، لا قرر بده يلعب بعد ما وصل بالنادي، واكيد نحن يعني تقبلنا الفكره وانبسطنا فيها. والمدرب اكيد كان له الدور الاساسي بتمضيه الاجانب، وودز كمان بعده معنا الموسم الجاي. يعني اذا بدك جدد معنا المدرب وودز واسماعيل واللاعبين الجداد اللي اجوا هن روي سميحه وعلي حيدر. تمام، عم يطلع حكي انه مضيته لاعب الحكمه دانيال فارس بالوقت اللي هو بعده اندر كونتراكت مع فريقه، بعده عنده عقد، عم ينحكى انه مضيتوه على نص مليون دولار باربع سنين، شو حقيقه اللي صار معكم مع دانيال؟ انت بتعرف صبح اليوم وضع الحكمه وضع ما بنحسد عليه ابدا. اليوم عم بيطلع اشاعات عن كذا لاعب بنادي الحكمه انه هيدا مضي بهالنادي هيدا مضي بهالنادي. اليوم قصه دانيال فارس هيدي اشاعه، دانيال فارس بعده لليوم لاعب بنادي الحكمه. نحن كنادي رياضي اكيد بهمنا نضم لاعب مثل بهالمستوى للنادي، اكيد بشرط ان شاء الله يكون رجع لصحته. يعني كلنا بنعرف اصابه دانيال كانت اصابه قويه، عمل اي سي ال بركبتين الموسمين اذا ماني غلطان موقف. هالسنه ان شاء الله اذا كل شيء مشي حال مع الحكمه حنشوفه مع الحكمه، المفروض يلعب ببين معنا مستوى. اذا ماني غلطان باقي له سنه واحده مع الحكمه. اذا لشي سبب معين كان فري اكيد نحن بهمنا، بس اليوم نادي رياضي عم بقول لك بس في لاعبين جديد نحن مضينا معهم، نحن مبدئيا سكرنا مضويتنا. اذا طلع شيء جديد بخبريه الحكم وخبريه دانيال نحن اكيد كنادي رياضي بهمنا، بس اليوم ما في شيء منه ابدا. إن عباس رح نتابع انا وياك مع الباسكتبول وحنتابع مع الاخبار عن كرة السلة. بدي اقوله اليوم انه كنا بنعرف الموسم الماضي انتهى بكير لنجم جامعة رايس يونيفرسيتي احمد ابراهيم، لاعب اللبناني المميز جدا يلي له مستقبل كتير كبير مع النادي الرياضي مع منتخب لبنان، ويمكن بيوم من الايام نرجع نشوفه محترف بامريكا. احمد ابراهيم السنه الماضيه اللي صار عنده جلطه خفيفه بكتفه، وهيدي حالات نادره تصير لشاب عمره 21 سنه، تخطاها احمد، رجع على الملاعب. تفاصيل اكثر رح تسمعوها باول حديث له عن تحضيراته للموسم الجديد، اعطانا اياه لفيوتشر سبورتس بهالمقابله، رح نسمعها مع احمد ابراهيم نجم النادي الرياضي. فكرت نايم عليها او شيء هيك، وكفيت عم بتمرن تماريني وعادي وكل شيء، ولعبت جيم الانترنيك كمان كنت معور. كنا بالرياضه بيو لجاد فتوح شافني وقال لي كان عندي يمكن كان الدم عم بيمرق من ورا الشريان، كان مسكر كليا، والحمد لله كمشناه على الوقت والعلاج مشي حاله، وهلا ام 100% ريدي. احمد، هل رجعت على التمارين وهل هيدي الفتره اللي بعدتها عن الملاعب بعدتك برات المود برات مود الباسكت خاصه انت بتشتغل كثير على هي؟ الصراحه كواحد عمره 21 سنه بتاثر عليه نفسيا، بس اذا بتاخذها انه بوزيتيف واي هي كثير منيحه. عاد برا ستري اكثر، تفرجت من برا، تعلمت اشياء ولحالها خليت حالي يمشي حالي. قديش هلا حاس حالك بدك وقت لترجع تكون
بمود الجيمز ان شيب تكون جاهز تكون احمد ابراهيم هي اكيد يعني يعني الواحد قد ما يتمرن جيمز ار ديفرنت يعني جيم شيب توتالي ديفرنت عن براكتس شيب بس مع الوقت بيمشي حالي بعد صار لي 6 اشهر انا برات اللعبه انه جيمز عم بحكي وباول فتره عندنا كم دوره حسام الدين ان شاء الله بعد حسام الدين يكون انا كومبليتلي ريدي ان شاء الله قديش عم تمرن احمد لحالك اليوم قبل ما تبلش تفوتوا بالسيزون 100% مزبوط انا فليت من هون بجون رحت شهرين على امريكا عملت هونيك الريهاب تبعي وكنت عم اتمرن 2 3 تايمز ا داي واجيت لهون عم اتمرن مره بالنهار ومره لحالي الصبح اليوم قد ايش شايف احمد ابراهيم فريقكم صار اقوى اليوم بعوض اسماعيل احمد علي حيدر مزبوط روي سماحه كثير لاعبين اجوا على النادي الرياضي شو شايف احمد ابراهيم فريقه هيدي السنه وشو بتوقع جمهور النادي الرياضي اذا كان في مشاركات ان شاء الله بنعمل مثل ما عملنا هديك السنه يعني كل بطوله لعبناها ربحناها والله وفقنا وهالسنه فريقنا صار احسن فمفروض نعلى على الليفل وان شاء الله نربح كل الدورات اللي نلعبهم وين شايف نقاط ضعف فريقك ونقاط قوته اليوم احمد ابراهيم انت عاد برا السنه الماضيه شفت اكثر يعني مزبوط 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 وين شايف انه ويك وين كان كان ناقص يمكن شوي سكورينج وشوي سايز يعني بتعرف انا 6-6 جارد عم بلعب وقتها تحولت نزل شوي سايز بس غير هيك الشباب عملت كثير منيح ولعبوا جيمات كثير يعني بس وقفت البطولة كيف شايف السيستم؟ السيستم طبعا منيح بخليك تلعب انه بخليك تحط بس كل شيء under his rules يعني اذا بتمشي معه صح بيوصلك لو ما بده مرتاح معه؟ ايه الحمد لله كله تمام شو بدك تقول لجمهور الرياضي اخر شيء انا رجعت بدك تقول لهم انه مرسي كثير يعني اللي عم بيشجعني وضلكم تشجعوني وان شاء الله هالسنه بتكون احسن من السنه اللي قبلها والله يوفقنا ويوفقكم